اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إن هذه بيوتك قد خلت من نصليها، يا رب ارفع عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا، اللهم احمنا، اللهم يسر أمرنا، اللهم ارفع عنا هذا الفايروس يا رب العالمين، ورد إلى المساجد حياتها ومصليها وعبادها يا رب العالمين. يا رب العالمين لا تمتحنا بخلو المساجد يا رب، اللهم إن هذه بيوتك يا رب قد اشتاقت إليك يا رب، اللهم فنجنا من هذا الكرب العظيم يا أرحم الراحمين، اللهم نجنا من الكرب العظيم، اللهم نجنا من الكرب العظيم ومن هذا البلاء، اللهم نجنا وارفع عنا الغلا والوباء والبلاء يا أرحم الراحمين.